نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن، وشك حلو. تحياتي ليك كابتن ايمن الاول، وانت وشك حلو طبعا، واستاذ التحليل كله وكل فريق العمل. تحياتي ليك وتحياتي للكابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، الكابتن اسامه عرابي والكابتن علي الحمار. منور يا كابتن. الله يخليك كابتن ايمن. بدايه نقول مبروك طبعا للاهلي، النتيجه والاداء حاجه جميله جدا، فرحوا مصر كلها وجماهير النادي الاهلي وجماهير مصر. اتمنى ان شاء الله توفيق في المباراه الجايه يا كابتن عادل، اعملوا مباراه زي هذه المباراه، وهارد لك لنادي اوكلاند. في البدايه كابتن ايمن، هو نقول بس هم في 6 حكام تم اختيارهم في هذه البطوله، ويعتبر يمكن افضلهم يعني او احسنهم اللي هم 2 من اوروبا، الحكم الانجليزي انتوني تايلور ده حكم افضل حكم تقريبا في انجلترا، وكان النهارده الحكم الرابع اللي هو كان كوفاكس، ده حكم روماني اعتقد جه مصر قبل كده برضك، حكم كويس كابتن عادل، بالاضافه لمصطفى غربال من افريقيا والحكم الصيني، وفي واحد من السلفادور وواحد من اورجواي. دول 6 الحكام اللي هم هيديروا البطوله. سلفادور وفين يا كابتن؟ اورجواي. اورجواي وسلفادور. واعتقد ان هم كابتن عادل يعني الاقرب للنهائي، وقبل النهائي هيبقى انتوني تايلور وكوفاكس. حتى لو فرق اوروبا هتبقى فيها بقى كلام كتير جدا كده. ده بشكل عام، ولكن النهارده نيجي النهارده بكابتن عادل، المباراه سهله جدا جدا لطاقم التحكيم بامانه. حتى يمكن ابرز ما تم في المباراه، مفيش ولا بطاقه صفراء تم اشهارها، ودي حاجه جميله جدا في هذه المباراه. نتيجه ان ايه؟ لعب مفتوح، في روح ما بين اللاعبين، الناس كلها مركزه، ودي سهلت مهمه الحكم. عندنا حالتين سريعا كده كابتن عادل، كابتن علاء، الدقيقه 50 والدقيقه 93 هم دول الحالتين الابرز في المباراه. هروح للدقيقه 93 وهنشوف هنا هو الفار جاب الحكم ليه يا كابتن؟ هنشوف هنا الحاله ديت مهمه جدا. هنا الحكم احتسب ركله جزاء على حسب قرار في الملعب لصالح النادي الاهلي، وبالتالي هنا للاسف الحكم النهارده لما لو معانا اللقطه هنشوف اول ما صفر بص على المساعد رقم 1 يا كابتن عادل، وهنا دايما المساعد رقم 1 هو اللي يمكن يقدر يظبط الخط. كابتن شريف عامل ايه المساعد رقم 1 او المساعد رقم 2؟ خرج له لبره يعني يقول له ان دي لا خرج له بره 18 كده، يعني رجع خطوتين كده جانبي عشان يقول له ان دي من بره، دي بره، دي باينه قوي. لا هو كان قراره صح المساعد، ولكن الحكم خد القرار احتساب ركله جزاء، وهنا الفار بقى لابد ان هو يتدخل. السؤال هنا، دي حقيقه مكانيه كابتن علاء صح؟ طب الحكم يروح ليه؟ حقيقه مكانيه يعني ايه؟ ده حدث من بره، مش محتاج انك انت تجي لي يا كابتن اسامه، فبقول لك لا المخالفه يا كابتن شريف مش من جوه، دي هي من بره، ما تجريش. ولكن هو جابه ليه؟ ده السؤال بقى، عشان الكارت احمر، عشان البطاقه الحمراء. بنقول دايما هنا الفرصه المحققه لما تبقى خارج منطقه الجزاء كابتن علاء، وفي تنافس على الكره، هنا لابد انك انت تشهر الحمراء مباشره. طب وليه هو ما شهرهولوش وهو مدي ضربه جزاء؟ لان هو ركله الجزاء بقى بتنزل العقوبه. برافو عليك كابتن شريف، برافو عليك. في ركله الجزاء لما تحسب الحكم ركله الجزاء، هنا في بنقول ايه؟ طالما اللاعب بيلعب في تنافس على الكره بتنزل العقوبه من البطاقه الحمراء للبطاقه الصفراء. فهو هنا لما الفار جابه قال له لا تعالى عشان تشوف كمان هل دي تستحق فرصه محققه ولا لا، وهنا انقذ الحكم الفار الحكم لما جابه، شاف لا ان دي من بره، وبالتالي هي فرصه محققه واشهر البطاقه الحمراء كابتن شريف. دي الحاله الابرز في المباراه. عندنا الدقيقه 50 حالة مهمة جدا وهنوضحها، ونقول مش كل المخالفة لمسة اليد بتحتسب يا كابتن عادل. عندنا لعبة مهمة جدا هنا، هنا اليد خارجة واضحة جدا يا كابتن أيمن. أيوه. طب السؤال هو ما حسبش ليه ركلة جزاء؟ عشان جاية من فخده رجله من رجله لإيده. أنا بحييكم كلكم، أنتوا كده القانون بسم الله ما شاء الله، يعني 10 الله يخليك. قلنا دايما لما اللاعب يلعب يا كابتن أيمن برجليه أو بدماغه، وبتيجي الكرة من رجليه أو من دماغه في إيده، حتى لو الإيد مش في وضع طبيعي، هنا بيستمر اللعب. وهنا الحكم خد فعلا القرار الصحيح. لك يا كابتن شريف. بقول لك أيمن قام بالدور، قال لي لا مش هتتحسب. بالظبط. هو كابتن علاء كان معايا على فكرة وإحنا قاعدين. أنا مش معاه. بس كابتن علاء كان معايا وإحنا بنتفرج. فشافني بكتب. كابتن الحكم ده. كابتن أيمن طبعا حكم كبير طبعا. كان حكم. فكابتن علاء شافني وأنا بكتب، فعرف إن هي مش مخالفة.
وده بنقوله دايما للناس اللي كابتن هنا من خلال الاستوديو كابتن. احنا كمان مش بنجيب الحالات ولكن بندي ثقافه تحكيميه للناس. جماعه الكره دي ما تحسبش طالما جايه من الرجل او من الراس للايد، حتى لو الايد مش فاضيه او طبيعي يستمر اللعب هنا. كان قرار الحكم كان قرار صحيح والفار اكد على هذا. بس هو ما ترددش فيه على فكره. بالظبط، هو ما حسبش. لا خالص. وهنا الفار اكد. لكن احنا بنقول الكلام ده يا كابتن علاء لان بعض المشاهدين يعرفوا ان دي في القانون ما بتتحسبش. احنا هنا دورنا احنا نوضح ان هذه الحاله طالما من القدم او من الراس بتيجي في الايد ما بتتحسبش. دي خلاصه المباراه. ولكن النادي الاهلي النهارده كابتن، يعني النهارده الحكم الصيني محظوظ لان ثلاثيه الاهلي النهارده والمباراه مريحه ومفتوحه سهلت من مهمه الحكم النهارده. هو كان محظوظ باستثناء الحاله اللي هي الاخيره. بنقول تاني يا كابتن علاء مبروك للنادي الاهلي وعبال المباراه الجايه ان شاء الله نبارك له ونشوفه ان شاء الله في النهائي قبل النهائي مع ريال مدريد. ودي كانت اخر حاجه كابتن ايمن، ووشك حلو على النادي الاهلي. كابتن ده وش حضرتك الحلو. الله يخليك. شكرا جزيلا كابتن ناصر، امتعتنا كالعاده. وانتهى الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه النادي الاهلي واوكلاند سيتي الافتتاحيه في بطوله كاس العالم للانديه، والتي انتهت فوز كبير للنادي الاهلي 3-0 وتاهله للدور الثاني عن جداره واستحقاق. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه، وبالتوفيق المباراه القادمه امام سياتل الامريكي ان شاء الله يوم السبت القادم. نسيت تسالنا، نسيت تسالنا مين نجم المباراه. ما هو خلاص محمد شريف خدها بقى. طيب خلاص محمد شريف نستنى لحد الماتش الجاي ان شاء الله. ماشي. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده كابتن شريف عبد المنعم، امتعتنا يا كابتن. شكرا الف شكرا. بشكرك كابتن ايمن. محمد هاني نجم المباراه. محمد هاني طيب. وحمدي فتحي ما شاء الله، ومحمد شريف. ما نكمل الفرقه بقى كابتن. كل الفرقه. كمل التشكيل كابتن اسامه، امتعتنا كابتن. وكل الفرقه. شكرا لك يا ايمن. وفي اكتر من لاعب نجم. اقول لك مين ولا بلاش؟ قول يا كابتن اللي انت عايزه. انا بالنسبه لي حسين الشحات. حسين الشحات. كابتن علاء مبروك. شكرا يا كابتن، امتعتنا. شكرك يا ايمن. الحمد لله مبروك وان شاء الله عقبالهم السبت. لا انا من وجهه نظر محمد هاني. محمد هاني. كابتن عبد الرحمن شكرا يا كابتن، امتعتنا. مبروك يا كابتن ومحمد هاني. كويس. شكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. استوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى.